صباح الخير والسعادة. والنهاردة السعادة بقى مش طبيعية. النهاردة هنروح مكان مفهوش أي تلوث، محمية طبيعية. المحمية دي موجودة في أسوان، هي محمية جزر الشلال الأول اللي هي سالوجة وغزيل. والمحمية موجودة في محافظة أسوان عند الشلال الأول على بعد تقريبا 3 كيلومتر شمال خزان أسوان وجنوبها غرب سهيل. وزي ما احنا شايفين كده المحمية، الناحية التانية من المحمية فيلا منير الكينج محمد منير. ومحمد منير غنى لها أغنية مخصوصة كان بيقول فيها يا غزال يا غزال. سامعين كده منير بيقول ايه؟ يا سلوجة يا حياة. الحقيقة الأغنية دي أنا ما كنتش عارفة إنها اتعملت لمحمية سالوجة وغزال. هو طبعا يقصد هنا إن المحمية فيها تنوع كبير جدا من الكائنات الحية النباتية والحيوانية، وطبعا زي ما احنا شايفين هي في وش الفيلا بتاعت منير بالظبط. دي الفيلا بتاعت منير اللي لونها بني دي، والمحمية في وشها على طول. طبعا الجزء بتاع النيل في المكان ده ضيق جدا، فهو ممكن يروح لها ب5 دقايق يكون في الجزيرة. عرفت بقى منير جايب الإحساس والمرهف ده منين؟ من هنا، من الجو ده. ومحمية سالوجة وغزال هي أحد المحميات الطبيعية في جنوب مصر، وكمان أصغر محمية طبيعية في مصر، ومساحتها حوالي 0.5 كيلومتر، يعني حوالي 55 فدان، وهي عبارة عن مجموعة من الجزر في نهر النيل. وكلمة سالوجة يعني الشلال باللغة النوبية، أما كلمة غزال هو النبات قديم بينمو على الجزر ديت، مش يعني غزال يعني الحيوان. هنا كده أول ما بندخل الجزيرة بنلاقي المكان دوت معمول من القش والخوص، وده بيبقى استراحة يعني بنقعد فيها. طبعا فيها بعض بقى المعلومات عن الجزيرة، وفيها كمان بعض الحيوانات المتحنطة اللي متاخدة طبعا برضو من الجزيرة. وكمان بيجيلنا القائم بأعمال الجزيرة، طبعا هي قعدت تشرح لنا وتقسم لنا تاريخ الجزيرة والأحداث اللي حصلت فيها والحيوانات والنباتات اللي موجودة فيها. طبعا بتقعد تقريبا حوالي 1/2 ساعة كده شرح، وبعد كده بتبتدي بقى تتجول في الجزيرة، بس يعني ايه تبقى مش لوحدك، يعني ان ممكن تتوه جوه شوية. طبعا انا عايزة اقول لكم ان المناظر في الجزيرة خلابة، وطول ما انت ماشي في الجزيرة هتلاقي في لوحات ارشادية زي ديت بتعرفك نوع النبات اللي موجود دوت وبيستخدم في ايه وبينمو ازاي وشوية معلومات كده يعني. يلا بينا نتمشى جوه المحمية ونتفرج عليها هي عاملة ازاي. اول ما بتدخل بتلاقي كده هم عاملين كل الطرق اللي ممكن تمشي عليها ممرات زي كده عشان تسهل عملية المشي، سواء وكمان عاملين سلالم طالعة وسلالم نازلة حسب الارتفاعات والانخفاضات في المحمية. محمية سالوجة وغزال محمية طبيعية بقرار من مجلس الوزراء سنة 1986، وده كان بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي للحيوانات والنباتات اللي كانت مهددة بالانقراض. والمحمية فيها تنوع كبير جدا من الكائنات الحية والنباتية وكمان الطيور. ومن أشهر الحيوانات الموجودة في المحمية الجمال والماعز والحمار البري والضباع، وكمان الثعلب الأحمر المصري. مع ان الثعلب الاحمر المصري ده مش عايش جوه الجزيره، لكن هو بيعيش في الضفه الغربيه لنهر النيل، لكن بيعبر النهر سباحه، بيسبح لحد المحميه وبيبني جحر له على المحميه وبيسيبه ما بيعيش فيه. بيعيش فين بقى؟ بيعيش قصاده الناحيه الثانيه في الضفه الغربيه لنهر النيل. من مميزات المحمية ان في زيادة لمنسوب النيل خلال الفترة من شهر مايو لحد اغسطس،
في المكان اللي قدامنا ده بتتكون فيه مية، وبيكون حمام طبيعي للسباحة، بيتفتح طبعا للجمهور 3 مرات أسبوعيا، بحيث ان تحجز أسرة واحدة الحمام طول اليوم، يعني مش أكتر من كده، وده بيكون مجانا بدون مقابل. كمان كان فيه إمبراطور ياباني واللي هو ولي عهد اليابان، جه المحمية وقضى فيها أوقات كتيرة جدا، وكان بيحب جدا الصيد وكان بيجي كتير. ولما توفى تخليدا لذكراه، اليابان أقامت مركز بالمحمية عشان توطيد العلاقات طبعا المصرية واليابانية، وكمان تخليد لذكرى ولي عهد اليابان. الحياة النباتية في المحمية متنوعة جدا، فيها حوالي تقريبا 90 نوع مختلف من النباتات. أشهر أنواع النباتات اللي موجودة في المحمية هي نبات الصمت، اللي هو موجود منه 5 أنواع، وهو كان بيسموه برضو الطلح. وكمان في أنواع نباتية تانية زي الحنظل والسلامكي والسواك والحرجل والست المستحية، وكمان أشجار البوس. الجزيرة فيها نباتات ذكرتها الأساطير، وكمان مرسومة على جدران المعابد، والنباتات دي لسه موجودة لحد دلوقتي في الجزيرة. المحمية المناظر فيها طبعا مش عايزة أقول لكم خلابة، فيها غطاء نباتي هادي جدا، وفيها مسطح مائي لنهر النيل، وده خلاها مزار سياحي مهم جدا بالنسبة للسياح سواء من مصر أو برا مصر. كمان المحمية فيها 125 نوع من الطيور المقيمة والمهاجرة، فيها بعض الحيوانات المهدد بالانقراض، من أشهر الطيور النادرة دي أبو منجل الأسود اللي هو رمز للمحمية، وكمان طائر الواق والوز المصري والهدهد والعقارب ودجاجة الماء الأرجوانية والوروار وعصفور الجنة والبلبل، وكمان الطيور نادرة كتيرة جدا موجودة هنا. المحمية بيجيلها هجرة دايما من الطيور من أفريقيا وأوروبا في فصل الشتاء، وعشان كده هي مصدر للطيور على مستوى العالم، وكمان مرصد للطيور. عدد الطيور في مصر عموما كلها حوالي تقريبا 500 نوع، أسوان لوحدها فيها 230 نوع، يعني نص الطيور اللي بتيجي مصر موجودة في أسوان. الصخور الجرانيتية الموجودة في المحمية تاريخها بيرجع لأكتر من 500 مليون سنة، يعني عمرها أكتر من 500 مليون سنة. والصخور دي بتتميز بظاهرة الورنيش النهري، اللي هي لمعان الصخور، تلاقي الصخور بتاعة الجزيرة اللي حوالين الجزيرة بتلمع جدا بشكل واضح وبشكل براق. أحد مميزات المحمية وجود محجر قديم تم استخدامه لما جم يبنوا التعلية التانية في خزان أسوان سنة 1934. من الأحداث المهمة جدا اللي حصلت في المحمية، يوم 9 مارس سنة 2022 حصلت حريقة كبيرة جدا، وده أدى لالتهام مجموعة كبيرة جدا للأسف من الأشجار النادرة. والمحمية بتمارس فيها أنشطة كبيرة جدا، بتمارسها إدارة المحمية زي الرصد الدوري للطيور والتوعية البيئية لزيارات المدارس اللي بتحصل فيها، وعمل بنك للبذور، وإعطاء فرص للزيارات والمواطنين والأجانب لزيارة المحمية. جزر سالوجة وغزال بتتميز بطبيعة خاصة جدا، وهي إنها متعددة البيئات ما بين مناطق رملية وصخور جرانيت وترسبات طينية، وده أدى طبعا الصراع دوت في البيئة، أدى إن يكون فيها تنوع بيولوجي كبير، وبالتالي تنوع بيئي في النباتات والحيوانات والطيور كبير جدا.
كمان الباحثين الأجانب عارفين أهمية المحمية، عشان كده بيجوها كتير في الموسم الشتاء لرصد الطيور، عشان كده في محطة في المحمية لترقيم الطيور. وما تنسوش تسمعوا أغنية منير يا غزال اللي غناها للجزيرة مخصوص، كانت بتغزل فيها في الجزيرة ديت، حقيقة تستاهل. جزيرة جميلة، الجو هادي تحفة، مناظر طبيعية فوق الوصف، مفيش تلوث. كنت أتمنى طبعا أقعد هناك كتير، لكن هي الجزيرة بتقفل الساعة 5. وكده خلصنا جولة النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا ويكون في معلومة جديدة وصلتكم. ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب والشير عشان يوصلكم كل جديد، وأشوفكم فيديو جديد إن شاء الله، وباي باي.